في الكويت عندنا ثلاث انواع طرق، الطرق السريعه، عندنا الطرق الرئيسيه اللي داخل المناطق، والطرق الداخليه اللي هي داخل الفريج. يمكن عام 2020 ركزنا على الطرق السريعه، طريق الدائري الخامس، السادس، الجهره، طريق فحيحيل والملك فهد، وقطع نشاط كبير. لذلك احنا ارتئينا ان احنا نستفيد من فتره الحظر، وهذه كانت يمكن احنا تحولنا من 2020 كنا مركزين على الطرق السريعه، في 2021 طبعا بعد الطرق الرئيسيه سننتقل الى الطرق الداخلية في الفريج. داخل الفريج احنا عندنا اختمنا حاليا 16 مشروع قيد التنفيذ في هيئة الطرق، وعندنا مشروعين أو عقدين تم توقيعهم مؤخرا. الهدف من هذه العقود وهذه المشاريع زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق في شبكة الطرق في دولة الكويت، وأيضا حل الاختناقات المرورية في بعض المناطق. إذا بتكلم عن أبرز هذه المشاريع ببتدي في مشروع طريق الويصيب. هذا المشروع يمكن واجه العديد من التحديات في الفترة السابقة، ولكن احنا كنا مصرين على إنعاشه، ويمكن مرتادين هالطريق خاصة الفترة الأخيرة كانوا يلاحظون أن تقريبا كل شهر أو كل ثلاثة أسابيع عندنا افتتاح، افتتحنا 6 تقاطعات من أصل 9 تقاطعات في هذا المشروع. عندنا أيضا مشروع طريق الدائري 6.5، مشروع آخر عندنا أيضا اللي هو تطوير طرق جنوب السرة. في مجموعة من الأنفاق راح تنفذ حول مستشفى جابر، راح تسهل عملية الدخول والخروج من المستشفى. أيضا عندنا مشروع طريق القاهرة اللي هو يمتد ما بين الدائر الأول وطريق الفحيحيل. أيضا عندنا مشروع جدا حساس ومهم بالنسبة لنا وإحنا قاعدين نتابع عن كثب، وهو مو طرق، هو تطوير منطقة سكنية اللي هي خيطان الجنوبي قطعة رقم 1 و2، وهالمشروع راح يخدم 1448 أسرة كويتية، كونه مشروع أو عقد وقع في خضم الأزمة. والله الحمد يعني من خلال متابعتنا الحثيثة له، نسب الإنجاز الفعلية لا تفوق نسب الإنجاز المخططة.